فممكن التكنوتي والتكنوتي والحسون يلقاو مشكل كبير مع عموته. اخر الاخبار ربما السعيد الناصري فهو كيدخل باش يلطف الاجواء بين التكنوتي وبين حسين عموته. حتى حسين عموته خصو شويه يرخف. ملي كنقول عموته يرخف حتى اب بعد قبل ما تكون مدرب خصك تستعتب راسك كاب لهاد اللاعبين. التكنوتي اللي جانو يقدر يخطا، ما يمكنناش نبقاو عندنا ممكنش نبقاو غونكينيين نبقاو دائما شادين في القلب ديالنا. وسي عموته كنظن غادي يتجاوزوا هذا المشكل مع التكناوتي ولا الحسوني، لان التكناوتي راه سي عموته راه ناجح بين يديه. رانا حيت بعض اللاعبين منين مبغاوش يلعبوا ليك راه ما باش يكون انت الاولى، غادي يكون خاسر اكبر. لان نتمنى ان سي عموته هاد الامور اللي هي اللي كنتكلموا عليها، كنظن بان سي عموته فهو عارف وان الامور سترجع مجريا مع السي رضا التكناوتي وكذلك بعض اللاعبين السي مصطفى. اذا شكرا لك وتحياتي لك مصطفى من ايطاليا. وديما وداد درفلو اللاعب الجزائري اللي الوكيل ديالو كان موجود مدينة الدار البيضاء، كاينه مفاوضات ربما ما كاينش واحد التقارب ديال الوجهات بين الطرفين المسؤولين ديال الفريق ديال الوداد ولا اللاعب نفسه. كنصحبوا كاين بعض الكلام بان اللاعب عنده مشكل ربما مع فريق الوكرة، عنده هذا الاشكال، ربما عنده اشكال اللي هو قانوني، ولكن انا ما فخواريش بكل صراحه دي بعد الكلام. ولكن كنظن بان اللاعب درفلو اللاعب الجزائري انا قلت الراي ديالو فيه. كاين بعض الناس كيقولوا راه لاعب اللي هو جيد، لاعب اللي عنده امكانيات اللي كبيره، وخصوصا ان فرق ديال الوداد حتى هو بالدور ديالو فبحاجه الى راس حربه اللي هو قوي. خصو راس حربه اللي يكون بويسون، لان فريق لان تسومو رغم بعد دعم بنزا تسومو ما يمكنلكش تعتمد عليه بوحدو. صحيح كاين زوير مترجي، صحيح كاين اوناجم، اوناجم الان السؤال اللي كيبقى مطرح، واش اوناجم مازال بهذيك القوه اللي كان كنعرفوا عليها؟ لان كنعرفوا ان اوناجم رفقه فريق الزمالك المصري ما لعبش بزاف، كانوا عندهم مشاكل الاصابه ديالو مع الاهلي المصري في احدى المباريات، فهي ربما بعد الرجوع ديالو شفناه ما رغم انه كان مع فريق ديال الوداد، فالرجوع ديالو اللي كان بكل صراحه كان فيه كان فيه ما كانش داك اوناجم اللي كنعرفو. نتمنوا حنا الاوناجم نتمنوا ليه خير داخل الفريق ديال الوداد، لان كيتعتبر من لي زيلي لي سيسون تري رابيد ولي زيلي اللي بكل صراحه فهو ساهم الفريق ديال الوداد الرياضي في عده اهداف. اذا فريق الوداد الرياضي فهو يصارع الزمن ويصارع الوقت بانه باش يتم يعني اما المفاوضات تخرج بنجاح مع اللاعب الجزائري او اما البحث عن لاعب افريقي كراس حربة، خصوصا الفريق الوداد الرياضي فهو نجح في عده انتدابات. نقدر نقول بان انتدابات اللي هي وازنه، انتدابات اللي هي متوازنه ومتوازنه. نتكلم على التمديد كذلك ديال جبران اللي كنظن التمديد الاخ اخوان عارفين التمديد ديال جبران باش يضمن كذلك المشاركه ديالو في كاس العالم من جهه، اضافه بان جبران سلف العقد ديالو كيتضمن بانه لا جاه واحد العرض من احدى الفروق الخارجيه او الخليجيه فهو يمشي يعني بدون يبقى مشاكل في العقد ديالو. نتكلم على الحسوني كذلك جدد العقد ديالو، تريد التكنوتي جدد العقد ديالو، العملود كذلك تم تجديد العقد ديالو. كاين بعض الوافدين على فريق ديال الوداد الرياضي، كاين بعض اللاعبين اللي تسالت لاعبين من فتح سباته، ما نقدرش نحكموا على هاد اللاعبين. خص المدرب حسين عموته هو اللي غادي يوقف على الجاهزيه ديال الفريق ديال الوداد. ولكن فريق الوداد اقولها مره اخرى فبحاجه الى راس حربه صريح وراس حربه اللي يكون قوي، لان مبينزا بكل صراحه هذه واقع وكان خطا اللي هو استراتيجي ديال المسؤول ديال الفريق ديال الوداد اللي ما فعلوش هذيك البوند اللي كان يعني يدفعوا واحد اجر مالي للفريق البلجيكي بالاحتفاظ باللاعب مبينزا، وهذا اللي خلى يفوت فرصه على المسؤولين ديال فريق الوداد. ولذلك مبينزا فهو يغادر الفريق ديال الوداد. اذا مره اخرى الوداد فهو مطالب بحث على راس حربه اللي هو يكون في واحد المستوى اللي من قيمه فريق ديال الوداد. وكنت نعرفوا بان فريق ديال الوداد لازم منهم لاعبين اللي هو واحد المستوى اللي هو كبير، كجيبو ماشي حتى مستوى كبير لا والو، كانوا جوج لا كيلعبوا، كان كيلعبوا سي وناجم وكيلعبوا الحال، لو كان كيلعبوا اسماعيل الحداد راه مني مشاو الجوج راك شوف دوك هاكي دور في التيران. كنظن كاين لاعبين كان فاسيلي، كاين مجيد، كان نادر، كانوا عده لاعبين، كان موسانداو،
كانوا عدة لاعبين اللي كان راس حربة بكل صراحة، عطاو الكثير لفريق الوداد الرياضي. المشير بن عموتة فهو قبل 29 غشت أو 29 غشت فالتحق بفريق ديال الوداد، وطالب برئيس الجامعة بالبحث عن مدرب آخر للمنتخب المحلي. وكما قلنا باش ما نرجعوش الموضوع نتكلموا فيه بزاف، فعموتة كان كيمني النفس باش ياخذ عريضة المنتخب الأول، إلا أن من شاف الأمور فهو مابقاش باغي يلعب ديك الدور لواحد المدرب اللي يشتغل في الظلام مع منتخب بكل صراحة اللي المسابقات اللي كيشارك فيها فهي غير معترف بها لدى الفيفا. ونتمنوا لسعموتة حظ موفق رفقة فريق الوداد الرياضي ومسار موفق في المسيرة الكروية، خصوصا أن عموتة إنجازات ديالو تتكلم عنه خصوصا مع الفرق لفريق فتح الرباطي، اتحاد الزمالك خميسات، السد القطري، الوداد الرياضي والمنتخب المحلي. رغم عندي انا واحد التحفظ على هذا المنتخب، وقلت بان المنتخب المحلي بالنسبه لي ما عندوش واحد استراتيجيه وما عندوش واحد الهدف.